ساعات برنامجكم الوطني الكبير هذه بلدنا. يسعدنا أن نلتقي بالسيد سمير بطيبط المؤسس لمحل سبيشل للعبايات في وسط البلد ليحدثنا عن تجربته الشخصية. سيد سمير مساء الخير. مساء النور، أهلا وسهلا. سيد سمير، في البداية أين ولدت، ماذا درست، وكيف جاء العمل بهذا القطاع من العمل؟ والله أنا ولدت مواليد 1977، من مواليد عمان. طبعا أنا بس يعني ما كملت دراسة، يعني تعليم ثانوي، والتحقت في العمل مع والدي. يعني هو مؤسس العمل هذا، يعني من مواعيد على الدنيا. هو يعمل في التجارة، يعني مهنة التجارة هي مهنتنا من الأول، يعني أبنا عن جد إحنا نتوارث هذه المهنة. جميل جدا. اشرح لنا، يعني اشرح للسادة المشاهدين، ما هو يعني خصائص هذا العمل، يعني شو هو مجال عملكم بالضبط؟ والله إحنا مجال عملنا في بيع الألبسة الشرعية الجاهزة، اللي هي عبارة عن الجلابيب، عبارة عن المطرزات اليدوية، عبارة عن العبايات، يعني ألبسة شرعية كاملة، شالات، إشاربات، يعني هذا هاي طبيعة عملنا. جميل جدا. يعني عندكم مشاغل خاصة تشتغلوا فيها؟ والله كلياته الحمد لله، هذا كلياته صناعة وطنية، يعني كل اللي انت شايفه، كل المنتجات اللي حواليك هذه كلياته صناعة محلية الحمد لله. احنا ما مش مستورد؟ لا لا، ما بنشتغل بالألبس المستورد. ممتاز. وبعدين مستواها راقي وعالي، مستواها جدا ممتاز، يعني مش يعني تضاهي كليات، يعني المستويات تضاهي البضاعة المستوردة وأفضل. هذا شو هذا؟ هذا عبارة عن جلباب سبور، هذا يعني جلابيب سبور للصبايا. يعني احنا صرنا نشجع الصبايا يتحجبوا، يعني صرنا نبتكر لهم موديلات جديدة كمان، تشجيع لهم عشان ما يضلوا انه بنمط الجلباب اللي هو الكلاسيك التقليدي. يعني برضو تشجيع لبناتنا، يعني الجلباب شغلات حلوة، صار بطل زي قبل يعني بس قطعة كلاسيك وموجودة، لا في شغلات كثير حلوة كمان. وبنفس الوقت بتحافظوا على التراث القديم، على التراث هذا موجود. عندنا هذا يعني هذا صنف رئيسي عندنا في المحلات، يعني احنا باستمرار شغالين فيه. بالنسبة للأسعار كيف، يعني متناول الأيدي للجميع؟ والله بالنسبة للأسعار متناول الأيدي للجميع، لأنه هذه كلها صناعة وطنية ويعني كخامات وكجودة ممتازة، يعني مش غالية، يعني لا 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 يعني مش تستطيع غالية، كل سيدة شراء، يعني أي إنسان يعني ممكن أنه يشتري هاي السلعة يعني. طب اذكر لنا عنوانك سيد سمير، عنوان هذا المحل واسمه. والله احنا المحل هذا اسمه سبيشل للعبايات، احنا بوسط البلد، شارع فيصل، سوق البشارات، مقابل البنك العربي. مقابل البنك العربي بجانب مركز أمن المدينة. مركز أمن المدينة صحيح. ممتاز جدا. سيدي، يعني ماذا تنصح أولاد البلد، شبابنا وشاباتنا من أجل العمل؟ يعني حضرتك ما شاء الله يعني أنهيت الثانوية واتجهت مباشرة للعمل، يعني ما كملت دراستك ولكن تعلمت مهنة، فماذا تنصح شبابنا وشاباتنا من أجل العمل؟ والله أنا بنصحهم يتجهوا للسوق العمل، والسوق أن فيه يعني في مجال للعمل وفي مجال للإنتاج. يعني بالعكس إحنا نفتقد الأيد العاملة، يعني بنفس القطاع تبعنا إحنا مثلا بالمشاغل عندنا مشكلة بالأيد العاملة اللي هم الخياطين الكوايين. يعني في شغلات كثير أنت ممكن أنك تنجح فيها، مش شرط أنه أنت عشان تكون إنسان ناجح تكون إنسان جامعي. صحيح. يعني أنت ممكن تعتمد على نفسك وتلاقي نفسك في شغلات ثانية، يعني صحيح. مش كل النجاح الأكاديمي، يعني في النجاح المهني يعني وممكن وصلك لأعلى المراتب كمان، وبنفس الوقت دخلك كويس وطيب، دخلها كويس وممتاز، ويعني ممكن أنه أنت تجد نفسك في هذا المجال. يعني مثلا مجال الصناعة، مجال التجارة، يعني ما مش كل الناس متعلمة. صح. يعني مش كل الناس لازم تحمل شهادات. يعني 100%. سيدي، الأمن والأمان يعني نعمة من الله ونحن نحمد الله عليها، ثم نقدر ثم نقدم الشكر ونقدر هذا الشكر الكبير لجلالة الملك الذي يقود هذه السفينة دائما نحو بر الأمان، ولا ننسى أجهزتنا الأمنية بمختلف أنواعها. أكيد. التي نكن لها كل تحية وتقدير واحترام. ماذا تقول من أجل المحافظة على هذا الأمن لأبناء الأردن؟ والله أنا بقول الله يديم نعمة الأمن والأمان ويديم الراية الهاشمية فوق رؤوسنا. آمين. يعني إحنا هذا وطننا لازم نحافظ عليه وبشدة، والإنسان مش غلط أنه يتعلم من تجارب الناس اللي حواليه. صح. مش لازم إحنا يعني نعيش نستهين مش لازم نستهين بأي موضوع، وإحنا لازم نكون رديف للأمن ولرجال الأمن، ونكون يعني هذا وطننا، يعني إذا إحنا ما حافظنا عليه ما حد راح يجي يحافظ عليه. صح. وبعدين إحنا لازم نتعلم من التجارب اللي حوالينا. 100%. يعني إحنا بغنى عن كل الشغلات اللي بتصير برا، إحنا برضو في بلد جدا جميل وجدا معطاء، بلد جميل ومعطاء، إحنا لازم نحافظ عليه. طبعا يا سيدي، المحافظة عليه تبدأ بالعمل، كل إنسان يخلص في عمله ويحافظ عليه من أجل بناء المستقبل للأردن والأردنيين جميعا. سيد سمير بطيبط، أشكرك جزيل الشكر على هذه الكلمات الرقيقة والرقراقة والرائعة، أقدم لك كل تحية وتقدير، كنت معنا ضيفا عزيزا في هذه بلدنا. أشكرك جزيل الشكر سيد. الله يسعدكم ويسعد أوقاتكم يا رب، وبنجاح وبالتقدم إن شاء الله.